كل واحد فينا تجربته مع بابا ممكن تكون مختلفة، بس في صورة نمطية للأب زرعوها في دماغنا أسسها التقسيم التقليدي للأدوار في العيلة، وبقالنا سنين بنشوفها في الإعلام وحوالينا. صباح الخير يا أولاد. صباح النور يا بابا. في شخصية الأب الـ ATM اللي بيعتبر إن دوره بس إنه يجيب فلوس وبيجي كأنه ضيف على البيت، وفي شخصية الأب الإمبراطور اللي مفيش مناقشة معاه والكل في البيت بيخدمه. أنا راجل وعمر كلمتي ما تنزل الأرض أبداً. وساعات كتير بيكون البعبع اللي الأمهات بيخوفوا ولادهم بيه. سلطاتي زاكي كتير، بعمل صاجيات دجاج ولحمة، قليات بندورة وبيض وبطاطا، وبعمل الفول بطريقة محترفة، يعني لا أنا بالطبخ بعجبك. إذا كان البيت بده تنظيف بنقسمه مع بعض، تكنيس البيت، المكنس الكهرباء، تنظيف الحمام، جلي سوبر ماركت، تحضير الأكل، الفطار. أنا بحب أعمل البيض والحاجات دي، يعني أصلاً هي الحاجة الوحيدة اللي بعرف أعملها. بخش المطبخ أحضر شنطة الأكل بتاعت ليلى وشنطة المدرسة، وبعدين أنزلها للباص. بشارك بأعمال تدريس الأبناء. في شغلات أنا بدرسه إياها، اللي هي الحفظ، تسميع، ما تسميع، أنا بدرسه إياها. تعاوننا مع بعض أنا ومرتي أساس نعلم الأولاد كيف إنه نتعاون كلنا مع بعض في البيت. التقسيم التقليدي للأدوار اللي بيعتبر أغلب مسؤوليات الأب برا البيت مش جواه ما بقاش منطقي أبداً النهاردة. دخول الستات سوق العمل إدى فرصة كبيرة للرجال إنهم يشاركوا أكتر في تفاصيل الحياة اليومية لكل أفراد العيلة، ومشاركتهم دي بقت بتتشاف على إنها حاجة عظيمة ودليل على تطورهم واهتمامهم الحقيقي بأسرتهم، سواء الأم بتشتغل جوه أو برا البيت. ومع كورونا والحجر المنزلي في رجالة قدروا يستوعبوا الشغل الهائل اللي بتشيله الستات، وشفناهم بيتحملوا مسؤوليات أكتر. في استطلاع رأي جديد 54% من الرجالة قالوا إن الوقت اللي بيقضوه في شغل البيت زاد، وشفنا الأثر ده في منطقتنا كمان. هو مش كفاية طبعاً، بس خلينا نركز على النص المليان. بحب جداً أقعد مع ليلى، يعني نقعد وهي تحكي لي قصص في منتهى الجمدان العالمي، وهي حاجة ما لهاش أي لازمة، مش عارف مين وقع أو مين رباط الجزمة اتفك، حاجة كده يعني. بس بالنسبة لها بتبقى حاجة في اكسايتنج يعني، فأنا بحب جداً أسمع منها وأسمع عن أصحابها. الأبوة الإيجابية معناها إنك كأب تشارك بطريقة فعالة في تربية أولادك وتتابع احتياجاتهم من أكبرها لأصغرها، وفوائد ده عليك أنت شخصياً ما تتعدش. في دراسات كتيرة أثبتت إن الأبهات اللي بيقضوا وقت أكتر مع ولادهم راضيين أكتر في شغلهم وحياتهم بشكل عام، صحتهم كمان بتكون أحسن وبيعيشوا أطول وبيكونوا أكتر صبر ومرونة وأقل عنفاً. حتى وهم بيكبروا أولادهم بيكونوا موجودين حواليهم أكتر، وكل ما زاد حضورك في حياة ولادك كل ما كانت نسبة نجاحهم في الحياة أكبر، صحتهم بتكون أفضل، سعادتهم أكبر، ذكائهم أعلى، وثقتهم بنفسهم أكبر. ولما الرجالة بيعملوا اللي عليهم في البيت بيعملوا استثمار طويل المدى في علاقتهم الزوجية. الدراسات الجديدة بتورينا أن الستات بيكونوا أكثر رضا وأقل اكتئاباً، المشاكل بين الزوجين بتقل، ومعدلات الطلاق كمان، حتى الحياة الجنسية بتكون أفضل. والمجهود الإضافي ده أكيد بيزود دخل العيلة، فلما بيتشال جزء من الحمل عن الستات بيكون عندهم وقت أكتر يطوروا من نفسهم وفرصة أكبر لمرتب أكبر. وطبعاً بيكون نموذج إيجابي للأولاد بنات وصبيان لما بيشوفوا باباهم بيساعد في شغل البيت. أنا عايز ولادي يعيشوا في مجتمع أحسن، فأنا لازم أبقى فرد في المجتمع أحسن. وحتى نظرة المجتمع للموضوع ده بتتغير، ونسبة مش قليلة من الرجالة بتشوف إن الزوج لازم يساعد في شغل البيت ورعاية الأولاد. شو يعني بالنسبة لك إنك تكون أب جيد؟ أب جيد إنك تشاركي أولادك، تشاركيهم بحياتهم. هو الأب الحنون، الأب العطوف، الأب الغير قاسي. بحاول أربيهم بالمثال مش بالمحاضرات واعملي وما تعمليش وهكذا، بل بالعكس أنا أعمل اللي أنا شايفه إن هو صح وخليهم أديهم الفرصة إن هم يشوفوا اللي أنا بعمله وهم يقارنوا نفسهم. إذا قدرت أنا أمكن أولادي بشكل جيد ونجحوا، بالتالي هذا نجاح لإلي. السنة اللي فاتت أبهات كتير خسروا شغلهم وحسوا إنهم خسروا قيمتهم، علشان لسه شايفين قيمتهم في الفلوس اللي بيجيبوها البيت. بس أنت كأب أكبر بكتير من كده، هي بنفسك معاهم ومشاركتك تفاصيل حياتهم. استثمر من وقتك جوه البيت، الاستثمار ده هيعمل فرق كبير جداً في حياتك وحياة الكل.